المزيد من المتابعة ينضم إلي من واشنطن ماركو مسعد، عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات. مرحبا بك سيد ماركو. إذا وكما تابعنا في هذا العرض لزميل أحمد عيد، 16 رئيسا ديمقراطيا حكموا الولايات المتحدة الأمريكية بمختلف أساليب الحكم، مختلف السياسات، ربما ديمقراطيين جميعهم ولكن كانت هناك اختلافات. ما هو الجديد الذي يمكن أن تضيفه كامالا هاريس ويكون مختلفا خاصة في عام 2024 في خضم هذه الحالة من الفوضى والحروب في العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط؟ تحياتي حاجة فندم والسادة المشاهدين. أعتقد أن الجديد الذي سيضيفه هذا التيكت الديمقراطي من كاملا هاريس وتيم والز، هم أعتقد أن هم أكثر تطرفا يساريا، أكثر أعتقد أن هم ليس في الوسط الديمقراطي، يؤمنون بسياسات اقتصادية غير مناسبة للولايات المتحدة. نتحدث على أن الخطة الاقتصادية التي أعلنت عنها كاملا هاريس منذ خلال 3 أو 4 أيام تؤمن بفرض حظر فيدرالي لزيادة أسعار السلع والمواد في الأسواق. هذا يعاكس طبيعة الأسواق الموجودة في الولايات المتحدة، هي بتحاول أن تقلل أسعار الفائدة وتقلل أسعار المواد الغذائية، ولكن بهذه السياسة اليسارية التقدمية أعتقد أنها سوف تؤدي إلى المزيد من التضخم والمزيد من أسعار المواد الغذائية في التجزئة أو المواد الغذائية بشكل عام. أعتقد أن بشكل عام كامل هاريس هي ليست ديمقراطية في المنتصف، هي ديمقراطية أكثر يسار، وهو ما يعكس كثيرا من المخاوف أيضا من خلال أعضاء من الحزب الديمقراطي الذين كانوا لا يدعمونها في الانتخابات التمهيدية في انتخابات عام 2020. أعتقد أنها يعني لها رؤية مختلفة أيضا في عن 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 قضية دعم الولايات المتحدة لإسرائيل وهكذا. فأعتقد أن نتحدث عن تيكت الديمقراطي أو نائب رئيس أو رئيس مرشحين الحزب الديمقراطي مختلفين عما سبقهم، حيث أن أغلب الرؤساء الديمقراطيين كانوا يؤمنون بالوسط الديمقراطي أو بالوسط اليساري، لكنها هي في أكثر يسار. أعتقد أنه حدث تطوران مهمان الحقيقة، أعتقد أنهم في مصالح الرئيس ترامب. نتحدث عن اننا في اخر هذا الاسبوع في يوم الجمعه ننتظر تأييد او تصريح من جوف كينيدي، وهو المرشح المستقل، انه يخرج من السباق وسوف يعلن دعمه للرئيس ترامب. هذا تصريح مهم الحقيقه، حتى لو كان جوف كينيدي ليس لديه الكثير من الدعم، حتى لو كان نصف نقطة من الدعم، أعتقد أنه مهم جدا في هذا الانتخابات، لأننا نتحدث عن أن الانتخابات سباق محموم للغاية، وأعتقد كامل هاريس وترامب قريبين من بعض للغاية في أغلب الاستطلاعات الرأي وخاصة في الولايات المتأرجحة. فإذا كان جوف كينيدي لديه نصف نقطة من الدعم أو حتى نقطة كاملة، فهذا مهم جدا، وأعتقد أن هي يعني نقطة تحول في السباق الانتخابي ونقطة تحول إيجابية بالنسبة لترامب. وأيضا النقطة الإيجابية في هذا الإعلان، أعتقد أن نيكول شانن وهي المرشحة لمنصب رئيس نائب منصب رئيس مع جون إف كينيدي هي سيدة، وأيضا أعلنت دعمها غير الرسمي للرئيس ترامب، وهذه خطوة مهمة لأن الرئيس ترامب يواجه مشاكل كبيرة حقيقة في الخطاب مع السيدات. إذا تحدثنا عن نيكول شانن معه في الحملة الرئاسية، وأيضا نتحدث عن تولسي جابرد وهي عضو الحزب الديمقراطي التي كانت شهيرة جدا حقيقة في الانتخابات السابقة، عندما هاجمت كامل هاريس في تاريخها وسجلها عندما كانت منصب عندما كانت في الولايات كاليفورنيا. أعتقد هذه التغيرات والسيدات الذي سوف ينضمن إلى حملة ترامب، أعتقد أنها سوف تغير السباق الرئاسي بشكل كبير. نعم. طيب سيد ماركو، نرى الآن على الهواء يعني في الصورة صور مباشرة لمقر انعقاد المؤتمر. المساواة والهجرة والحريات هي من أبرز الملفات التي من المنتظر أن تتم مناقشتها في اليوم الثالث لهذا المؤتمر. ولكن فيما يتعلق بالحريات، هناك أيضا ملف الحقوق الدينية من الملفات التي يوليها الديمقراطيون اهتماما كبيرا، ونرى أن هناك يعني بعض المصاعب التي يواجهها المسلمون في الولايات المتحدة الأمريكية بل في العالم في هذه الفترة فيما يتعلق بالإسلاموفوبيا. يعني أقول هذا كمثال، إلى أي مدى يستطيع
الحزب الديمقراطي دعم الحقوق الدينية وحقوق العبادة، أيضا حرية العبادة بالقدر الذي يتناسب مع ديمقراطية دولة كالولايات المتحدة. يعني اعتقد سؤال مهم للغايه الحقيقه، ولكن اعتقد ان الحزب الديمقراطي يعتمد بشكل كبير للغايه على دعم الاقليات ودعم الحريات، منها الحريات الدينيه والحريات الجنسيه والحريات الاقتصاديه. فاعتقد ان الحزب الديمقراطي بشكل عام يعتمد بشكل كبير على تصويت هذه الاقليات، تتحدث عن الاقليات المسلمه العربيه اللاتينيه، كل هذه الاقليات يعتمد عليها بشكل كبير في سياسته الانتخابيه. وايضا الحزب الديمقراطي منفتح على هذه الموضوعات، يعني هو يعتمد بشكل كبير على ان الحريات الدينيه جزء لا يتجزا من الحريات التي تضمنها الدستور الامريكي من جزء من الحريات العامه والحريات الشخصيه للافراد في الولايات المتحده، وايضا حريات عندما نتحدث عن حق الاجهاض للسيدات، نتحدث عن حق تغيير الجنس للاشخاص في الولايات المتحده. هذا بالطبع يلقى اذانا صاغيه في الحزب الديمقراطي على عكس الحزب الجمهوري المحافظ الذي يؤمن به تقاليد معينه داخل الاجتماع الامريكي. فالحزب الديمقراطي بالطبع يعتمد على نقطه قوته وهو مخاطبه الافراد، مخاطبه الاقليات من كل خلفيه دينيه او خلفيه اثنيه او قوميه، يريد تجميع هذه الاقليات حتى تنصهر داخل بطاقه الحزب الديمقراطي وينتخبوا مرشحه الحزب الديمقراطي. اما على العكس مفهوم سيد ماركو. وفي هذا الاطار ايضا نجد ان يعني الولايات المتحده الامريكيه في العام الاخير كانت متهمه في بعض الاحيان فيما يتعلق بمدى تمسكها بديمقراطيتها وبالمبادئ التي تم تاسيس الولايات المتحده الامريكيه بناء عليها، سواء في الممارسات الداخليه او في السياسات الخارجيه ايضا. ونرى في هذا الصدد ان من ضمن الملفات هو التي سوف تناقش هو ملف اساس النظام الديمقراطي في الولايات المتحده الامريكيه، ولكن هناك تجاهلا واضحا فيما يتعلق بالإبادة الجماعية وحقوق الإنسان بالمفهوم الحقيقي، الإنسان كي لا يباد، كي لا يجوع، كي لا يعرى، كي لا يقتل، كي لا تهدم يعني مدينته بأكملها. ماذا في هذا الشأن؟ يعني هو ده التناقض اللي احنا نتحدث عنه داخل الحزب الديمقراطي، نتحدث على ان الحزب الديمقراطي يعتمد ويدعم الحريات الدينيه وهكذا، ولكن اذا ما كانت تؤثر عليهم في الانتخابات، في تجميع الاصوات في الانتخابات بشكل عام، فاذا نرى ان هناك وجه اخر من الحزب الديمقراطي يؤمن بالحريات او ازدواج في المعايير. نتحدث عن قطاع غزه على سبيل المثال، نتحدث عن هذه المظاهرات الحاشده او العنيفه في بعض الاحيان خارج الاسوار التي بناها الحزب الديمقراطي حول مكان معقد المؤتمر. نتحدث عن ان الحزب الديمقراطي او كامل هاريس بالتحديد غير واضحه المعالم، غير واضحه الموقف. هي راينا لها موقف عن تري ضد الرئيس وزراء بنيامين نتنياهو عندما كان في واشنطن، ولكن هذا الموقف تغير عند وصول رسائل تحذيريه من الايباك وغيرها من منظمات اللوبيهات اليهوديه في الولايات المتحده. هي تعلم بالطبع قوة اللوبيات اليهودية الموجودة في الولايات المتحدة، ولكن تصدر هذه التصريحات من حين لآخر لمجرد مخاطبة لحفظ ماء الوجه، نعم، أو لمغازلة أصحاب هذا التوجه. نعم، شكرا جزيلا لك. نعم سيد ماركو، أشكرك شكرا جزيلا، الوقت انتهى. أشكرك شكرا جزيلا سيد ماركو مسعد، عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات.